هذا مش ها مش هينفع صلاه عافيه من غير ما نسمع دكتوره منال. وعايز اقول لك فتوى من شيخ عافيه بعض صيام يوم الاحد اللي في الصلاه زي صيام يوم العيد، بس مش تاني ولا صلاه. اتفضلي. انا والله كنت نزلت على الافاضل يعني. انا عارف والله، بس ما ينفعش يعني. رايحين فين؟ احنا نوصلكم، احنا نوصلكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحيي وجوه الملوك والملكات، أهلا وسهلا بكم. أرحب بوجوه عافية العافية وقلوبها النقية واللي وشوشها كورود نادي في البستان. شمس الأمان توهب للقمر نور، مهما الليل يطول ممكن نعدي سور. يا ريتنا يا هلا على العيون طلة فردة إلاع الهوى بالحب متوعدة. طبعا انا انحيازي اليوم للملكات، لو كانت ملكه بس هتتوقع شويه. لو كانت ملكه لما استمرأت الفتاة الذي يلقي به لها ظنا منها أنها ستطعم من جوع العواطف، ولكنها لم تأمن من خوف الخيانة. لو كانت ملكة لما صدقت قصص حبه الواهية ولطالبت القسم باليمين المتممة لتصدق فريته، ولردته باليمين الحاسمة حتى يكون حكمها عادلا. لو كانت ملكة لما ابتاعت قلبها له ليشريه بثمن بخس. لو كانت ملكة لأجبرته على الإقامة في مملكتها النائية. لو كانت ملكة لمزقت ثوبه الذي تفوح منه عطور الغانيات والذي نثرت فوقه شعراتهن. لو كانت ملكة لألقت هاتفه الذي يضيء من تحت الغطاء برسائل حب من هذه وهتلك. لو كانت ملكة لما صدقته وهو يقسم لها كذبا بأنها سلطانة قلبه وعشقه السرمدي. لو كانت ملكة لأعلنت الحرب على فريته ولأقسمت إما أن تنال النصر أو الشهادة. لو كانت ملكة لجمعت فتاة وقته الذي يلقيه لها ولألقته في وجوه الغواني اللواتي فضلهن عليها. لو كانت ملكة لألقت بكل أطواق النجاة بعد أن حكمت بثقب السفينة وهي تنخر عباب الحياة حتى لا يكون هناك سبيل.
للنجاة واقتنعت بأن حكمها هو الجزاء الوفاق. لو كانت ملكة لما تزينت وتعطرت له لتستجديه البقاء. لو كانت ملكة لأخرجته من بوابة مملكتها حين عاد إليها ثملا يناديها بأسماء الغانيات اللواتي يلاحقهن هنا وهناك. لا 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 ثواني الجواني مش هنا الجواني ماشيين في هنا يا جماعه. ولا أوصدت البوابة ولا شددت على الحراس أن تصوب الأسهم نحو سوادة قلبه الآثم إن فكر بالاقتراب من مملكتها مرة أخرى. لو كانت ملكة لما انحنت وما ضعفت وما خنعت وما تنازلت وما طبخت عن أوراق كرامتها له وما وثقت هذا التنازل عن كرامتها في محكمة يرأسها قاض يجب أن يرد حكمه إثر انعياذه في إصدار أحكامه. ولأنها لم تحظى بلقب الملكة فيحق له أن يعبث بها بموجب حيازته لأوراق تثبت ملكيته لها، ويحق لها التنازل له عن كل ما امتلكت وأن يعتلي عرشها الذي استولى عليه إثر انقلابه عليها وتمرده على حياته معها. ويحق له أن يكنيها على محموله باسم دنيتي المفضلة. فكوني ملكة ولا تستسلمي للانقلاب. انا هقول صبرين وانت غيري ليه وانت الملكه ليه الملكه تنافس بجوان بس انت عايزه تكوني ملكه وانا اسد الاحرار. انا عايزه اتفضل عليك يا ملك.